الدولاب في أسوان يفتتح مشروعات تنموية ويؤكد اهتمام الدولة بتنمية الصعيد. اليوم اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين لمناقشة قانون مكافحة الإرهاب. إحباط محاولة هجرة غير شرعية وضبط 78 من المهاجرين. نشرة أخبار الواحدة، مرحبا بكم. عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعا مع الجهاز التنفيذي لمحافظة أسوان بحضور عدد من الوزراء والمحافظ. وقد أكد محلب أن الحكومة تولي اهتماما خاصا للمواطنين بمحافظات الصعيد من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والصحية والعلاجية، حيث تأتي من ضمن الخطط الطموحة التي تنفذ على أرض الواقع. أنا بتكلم على مدن وقرى أسوان، وبالذات القرى اللي هي ارتفع فيها منسوب المياه التوفير، بحيث إنه أصبح وصلنا إلى مرحلة القلق في بعض الوشات، خاصة إنها بيوت بسيطة ويعني ممكن جدا استمرار عدم الاشتباك مع هذه القضية يمثل خطورة لأهلنا و للخدمات الصحيه. الخدمات الصحيه النهارده بلا شك هناك اضافه في اسوان بكل كليه الطب اسوان ومستشفى الجامعي، ولكن انا بركز برضو على مع السيد وكيل وزاره الصحه الموجود، عايز اعرف وضع العدل تقرير عن وضع الوحدات الصحيه. ما نواجهه من نقص في الكوادر البشريه يجب ان نجد لها حل. وبالتالي انا زي ما بقول الصف الصحي عايز رفع الحاله، انا عايز رفع ايه لجميع الوحدات الصحيه وايه اللي ناقصها. هذا وقد قام محلب بافتتاح وتشغيل قسم الفيروسيليكون بشركة الصناعات الكيماوية المصرية لمصنع كيما بالمحافظة، واستمع خلال الزيارة إلى عرض حول مشروع فرن الفيروسيليكون الجديد الذي أنشئ بتكلفة 50 مليون جنيه وبفترة استرداد عامين، إذ تم التفكير في إحلال وتجديد الفرن القديم الذي أنشئ عام 1967 نظرا لانخفاض كفاءته وانخفاض كمية الإنتاج وعدم التوافق البيئي وسوء حالة بيئة العمل. وللمزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة ينضم إلينا الآن مراسلنا محمود جاد الكريم من أسوان. محمود، يعني ضعنا في تفاصيل المشروعات المختلفة التي يقوم رئيس الوزراء بافتتاحها اليوم وأجواء الزيارة حتى هذه اللحظة. نعم أستاذ حكيم، بتشهد أسوان منذ صباح اليوم جولات مكوكية ميدانية من قبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حيث بدأ في اجتماع موسع مع جهاز تنفيذي لمحافظة أسوان، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والموارد المائية والري والصحة والتعليم، إلى جانب محافظ أسوان اللواء مصطفى يسري. في بداية الأمر قام محافظ أسوان بعرض الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2014-2015، والتي وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 100% باعتمادات بلغت 90 مليون جنيه، كما قام بعرض الخطة المقترحة للعام المالي القادم التي ستصل الاعتمادات المطلوبة لها إلى 110 مليون جنيه. أستاذ ريم، في الجولة الثانية لرئيس الوزراء قام بافتتاح وتشغيل قسم الفيروسيليكون بشركة الصناعات الكيماوية المصرية لمصنع كيما، وذلك بتكلفة 50 مليون جنيه، حيث أن هذا القسم بيضم عدد فرنين فيروسيليكون، وتم عمل إحلال وتجديد لهما من أجل تحسين الظروف البيئية للعمل خارجيا وداخليا والتخلص من كافة انبعاثات غاز سيليكا في منطقة الفلاتر وخفض الضوضاء والفقد الحراري. إلى جانب حضرتك الجولة الثالثة لمعالي رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، حيث قام بتفقد وافتتاح أعمال التطوير الجارية بمستشفى أسوان الجامعي والتي بدأت منذ عامين ومن المقرر الانتهاء منها خلال العام الحالي، وذلك بتكلفة 160 مليون جنيه،
منها 52 مليون جنيه لاعمال التطوير والتجديد في المباني والمنشآت والباقي للأجهزة الطبية، بجانب أن هناك سيتم تخصيص أقسام للباطنة والأطفال على مساحة 2000 متر، هذا بخلاف الأجهزة الطبية. وهناك مبنى مكون من 5 أدوار وهو مخصص لسكن الأطباء، إلى جانب مجموعة من أقسام الباطنة والأطفال والجراحة. تشمل أيضا أعمال التطوير بالمستشفى كافة الأقسام الطبية القائمة بالفعل، وأبرزها الأطفال والباطنة والخاصة بالحروق والتجميل والجراحة والعناية المركزة، بجانب أقسام متطورة تضم جراحات الأورام ومناظير المفاصل والعمود الفقري والأمراض العصبية والنفسية، إلى جانب طب وجراحة العيون والطب النووي والطبيعي. كما تم تزويد المستشفى الجامعي بعدد 9 كبسولات جراحية، هذا لأول مرة يتم من خلالها إجراء جميع العمليات الجراحية على أعلى مستوى وطراز طبي يباهي المستشفيات العالمية الكبرى. أشكرك شكرا جزيلا محمود جاد الكريم مراسلنا من أسوان. يعقد مجلس نقابة الصحفيين مساء اليوم اجتماعا مشتركا بمقر النقابة مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، وبحضور عدد من الكتاب الصحفيين لبحث النصوص الخاصة بالصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد. وكان رئيس الوزراء إبراهيم محلب قد أكد أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ليس موجها ضد الصحفيين، لكنه يستهدف محاسبة كل من يضر بالأمن القومي المصري، موضحا أن مشروع القانون لم يذكر على الإطلاق اسم الصحفيين لا صراحة ولا تلميحا. وخلال اجتماعه برؤساء تحرير الصحف المصرية لمناقشة التعديلات حول قانون الإرهاب، أكد محلب أنه يحترم حرية الصحافة وحرية الرأي، وأن هذا الأمر ليس قابلا للنقاش، كما أشار إلى أهمية الحرص على مصلحة البلاد في هذه الظروف الصعبة. من جانبه أعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل أن مجلس الوزراء سيدرس المقترحات التي تقدم بها مجلس النقابة بشأن المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار الحرص على حماية الأمن القومي المصري. يذكر أن المادة 33 من مشروع القانون تنص على أن يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 2 سنين كل من تعمد نشر أخبار غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية.